زي ما قلت لحضراتكم النهارده حلقه خاصه جدا. لما نتكلم عن مباراه بكره يبقى لازم نتكلم كمان عن تاريخ منتخبنا الوطني، يكون معانا نجوم نتكلم عن ذكريات 2008، خصوصا اللي كان فيه انتصار مهم جدا في بدايه البطوله امام الكاميرون، وكمان في نهايه البطوله مع تيم كان قوي جدا جدا، لكن الاصرار والعزيمه والرجوله والجدعنه والكل الحاله اللي كان عاملها الكابتن حسن شحاته مع جهازه الفني واللاعبين قدرنا اللي نسعد المصريين. النهارده معايا اثنين من نجوم جيل 2008، الكابتن احمد سليمان برحب بحضرتك، واكيد ما فيش حد في الشعب المصري يقدر ينسى الانجاز اللي اتحقق، خصوصا النهارده بنتكلم على 2008. انا بيك يا شادو، انت كنت معانا في 2008؟ ما انا النهارده مش هتكلم كمذيع، النهارده هتكلم كلاعب معانا. برضه في الحدث برضه. اولا مبارك لك على البرنامج والقناه، ويا رب ان شاء الله مصر كلها بكره تفرح والانجازات ترجع تانية. انا شايف ان احنا عملنا حاجه كويسه، بس دي حسن الختام، لان في الاخر زي ما دلوقتي بتجيب اللقطات اللي شفتها، الكاس والبطوله، احنا عايزين في الاخر رغم الانجاز اللي حصل يبقى الكاس في الاخر معانا باذن الله. الضيف الثاني دايما متاخر. هاني سعيد هو بطيء. بس الرمانة ميزان يعني، ده بيتأني شويه يعني. هنتكلم يا كابتن مع حضرتك عن دوره، لان الكابتن حسن شحاته كان موظف هاني سعيد في مكان مهم جدا، كان بيبقى قدام الاثنين المساكين ويرجع ويروح. ويرجع ويروح مع الهجمه لما يبقى معانا يتقدم، بعد كده بيرجع يلعب دور الليبرو. كان على فكره من اسباب نجاح الطريقه اللي كنا بنلعب بيها. انا قلت رمانة ميزان، يعني ان انت النهارده في الناحيه الهجوميه بتعمل كثافه عدديه في نص الملعب، كان هاني بيقدر يعمل دي وبيشتغل دور البلاي ميكر. هاني لعيب سهل هدوء، بيخليه رؤيه للملعب، بيعمل الكره تحت رجله، هو راسه فوق شايف الملعب كويس جدا. في ساحه الناحيه الهجوميه بينزل تحت الاثنين مساكين، وانت عارف اللي احنا في 2006 و2008 و2010 لعبنا بليبرو الفرقه الوحيده، ان طبعا كنا عارفين الناحيه الدفاعيه زي النهارده مستر كوبر، الناحيه الدفاعيه عامله له دور كبير جدا في الوصول لهذا الوضع. حتى برشلونه دلوقتي بيلعب من الناحيه الدفاعيه، الكره دلوقتي ان انت عارف تدافع كويس، ان انت رقم واحد تبذل مجهود عشان يعني لو حصل فيك اهداف هتبقى رقم واحد تتعادل، رقم اثنين تكسب، لكن دلوقتي طول ما عندك خط ظهر واحد بتلعب على مكسب واحد، وده باين في نتيجه منتخب مصر. كابتن احمد اكيد هنتكلم، بس ضيفنا على طول متاخر فهنرحب بيه واحنا على الهوا. طبعا هاني من الشخصيات المحترمه جدا، اتفضل يا هاني تعال. كابتن هاني سعيد واحد من نجوم الكره المصريه، وقدر ان هو طب الطقمه دي بتاعته دي ستايل داخل يسلم النهارده. ذكريات اكيد جميله، ومعانا نجم كبير الكابتن هاني سعيد النهارده. كابتن هاني اكيد مبسوطين ان انت معانا النهارده. وبنتكلم هاني في البدايه عن ذكريات مهمه جدا، 2008 ابتدينا بالكاميرون ونهينا بالكاميرون، وفي 2017 النهائي مصر امام الكاميرون، هنتكلم اكتر في كل ده، بس خليني ارحب بيك في البدايه. اهلا بك يا شادي، عامل ايه؟ وحش. سعيد ان انا معاك والله. وانا كمان والله حبيبي، ببقى مبسوط اما بشوفك هاني، لان انت من الشخصيات للامانه المحترمه جدا. ربنا يخليك يا شادي، وانا والله مبسوط، وطبعا خصوصا الكابتن احمد كمان معانا. طيب انا مش هتكلم عن مباراه بكره والفنيات اللي فيها والاستعداد النفسي والبدني والصعوبات اللي احنا بنمر بيها، وكمان اللعيبه الرجاله وجهازهم الفني، انا هتكلم في البدايه عن الذكريات. 2008 يا كابتن احمد واحنا مسافرين، وانا هتكلم كمعاك وبقى مش هتكلم كمذيع، ومسافرين وبتسافر باحباط اللي انت لا هتطلعوا من دول، لا المنتخب مش مستعد، كان بيعمل انت بقى كنت في الجهاز الفني، ودلوقتي ليك الحق اللي انت تحكي الكواليس. لا هو طبعا 2006 قبل البطوله، 2006 كانت الناس بتشكك ان انت تاخد البطوله، لما خدتها قال لك الجمهور، طبعا الجمهور له دور كبير جدا والاهتمام والمسؤولين. ف 2008 قال لك لا ده عشان الماتش كان في ملعبنا فهيروح يعني. ربنا كان كريم لوحده، عكس كل التوقعات، احسن كره في تاريخ منتخب مصر كانت في 2008. صح. لكن طبعا 2008 في رقم واحد وفرز الخنازير. كلنا انت جيت بقى خد لك. خدت؟ طبعا. وانا خدت برضه. فكان كل الناس متوقعه ان احنا مش هنوصل نعدي الدور اللي بعد كده. الناس فوجئت بالاداء العالي، طبعا مباراه الكاميرون هي الانطلاقه الكبيره، اللي انت تعمل اداء العالي وتجيب اربع تجوان في الكاميرون وتظهر بالمستوى ده وتبدا مباراه لمباراه وتوصل للنهائي وتكسب الكاميرون بالجون ابو تريكه. فكان الناس كانت مستمتعه بالاداء، يعني رغم ان احنا دلوقتي مثلا مع مستر كوبر مش مستمتعين بالاداء، بس النتائج محسنه، لكن الناس حاسب بحلاوه الاداء، حاسب بحلاوه الكوره. الانتصارات اللي كانت موجوده بقى في الشوارع، وكان لسه يعني موضوع الانترنت مش بالكثافه الموجوده، كانت موجود يعني بس بنسبه 50% من دلوقتي. صح. كنا على طول متابعين الماتشات وكل ده،
واخدين معانا طباخ. وانت كنت بتدخل على الصفحات كلها وتنقل للكابتن حسن الدنيا فيها ايه؟ فيلم اوانتا ده. عندي كان مع كان دايما يفتكروا ان كابتن حسن يقول لك حسن موضوع. الجهاز كان الجهاز الكون بتاع كابتن حسن وشوه حماده كنت انا عنصر الرمان فيه. يعني الجهاز انا كنت مستر طردلي ومشي وانا الوحيد اللي قعد في الجهاز. جت فكره الكابتن حسن من خلالي مع كابتن عصام عبد المنعم وكونت وجت الكابتن حسن. شوقي غريب كان معايا وكوا كابتن حسن كان مدربي وكان اشتغلت معاه كتير يعني في صعود الفرق. وشوقي غريب كنت معاه في ثالث العالم وكابتن حماده صدقي. التوليف دي الحمد لله كان ليا دور ان انا اجمعها مع بعض حتى الناس في هذا الاعلامي كتب سما كلامن تمر هندي يعني مين دولت يعني جمعوا زي مع بعض. فكل الناس لما كان الكابتن حسن يتنافس كانوا يفتكروا انا. فالمهم عاشروه عرفوا طبعا ان في حواليه عيلته بتوصل منه الحاجه بيوصل له كل حاجه اي واحد كده يعني صح. هو استقبل انا يعني انا يعني كابتن حسن يتنرفز وانا اللي اخد النرفزه. اكيد هتكلم مع حضرتك عن تفكير الجهاز الفني اللي احنا ما نعرفوش. مهم جدا الساده المشاهدين يعرفوا الكواليس كلها. يعني البدايه كانت الكاميرون ومخرجين الكاميرون من تصفيات كاس العالم بفوز كبير جدا وراح تقابل الكاميرون في اول مباراه. وانا متذكر على الدكه كانت اسماء جامده جدا في اول مباراه، فاكر؟ كان ابو تريكه تقريبا ما لعبش كان قاعد وكان احمد حسن كان موقوف تقريبا ماتش برضه ما لعبش. وكنت لعبد الله وكان موجود كان فضل موجود كان كمان ابراهيم سعيد ومحمد فضل وكان عمر جمال محمد صبحي وطارق السيد ايوه صح ده طارق اهم واحد. ماتش الكاميرون بص انا بالنسبه لي انا غير طبعا ان الناس كانت بتتكلم طبعا عليه ان احنا مش هنروح نعمل حاجه وهنطلع من الدور الاول. كان في هجوم على كابتن حسن قبل البطوله بسبب انا، مع ان انا قبل البطوله في فتره كنت بلعب، يعني كنت بلعب على طول كل الماتشات مع كابتن حسن وكنت متواجد بشكل على طول اساسي مع كابتن حسن. بس اتهاجم ان انا يعني ليه حتى اخد هاني يلعب في البطوله وكان ابراهيم سعيد لعب 2006. فطب يبقى ابراهيم هو اللي يلعب مش هاني. يعني كان فيه هجوم كتير فكان بالنسبه لي انا الماتش ده بدايه البطوله فكان تحدي بالنسبه لي انا شخصيا يعني غير الفرقه كان انا بالنسبه لي تحدي ان انا عايز لا كابتن حسن قال لك ايه يا هاني؟ اتكلم معاك قال لك ايه قبل اول ماتش؟ خالص كابتن حسن بص ما يعني ما يعني حتى الكلام اللي بيتقال وما فيش هو كابتن حسن كلامه اللي هو اللي بيدي التعليمات العاديه بتاعت اي ماتش يعني ما بيحسسكش ان في حد بيتكلم عليك ما بيحسسكش باي حاجه. فلان يعني بيخليك تنزل انت مش ما بتفكرش في حاجه. لكن انا بالنسبه لي الموضوع كان الاخبار كده انت عارف غصب عنك بتوصل لك يعني الكلام اللي بيتقال لو انت حتى ما سمعتوش بنفسك بيوصل لك بيجي لك يعني. فكان كلام كتير عليا فكان بالنسبه لي ده تحدي شخصي يعني وخصوصا انت بتلعب فرقه زي الكاميرون هم نازلين عايزين يعملوا حاجه قدامك وافتتاح ماتش افتتاح البطوله بالنسبه لنا فكنا عايزين طبعا نعمل فيه حاجه كويسه يعني. فكان التركيز فيه عالي جدا ان احنا نعمل فيه نتيجه كويسه. فطبعا جت النتيجه انك تكسب برده الكاميرون 4 في ماتش الافتتاح وفرقه زي الكاميرون كان حاجه كانت يعني كان احسن افتتاح للبطوله يعني ودي اللي خلت الدنيا بقى مشيت معانا الحمد لله بقيت يعني هتكلم معاك كنت في بوزيشن غريب شويه مش اي حد يعرف يعمل الدور ده وسبحان الله تحس اللي هو مرسوم عليك اللي هو بتلعب ليبرو ومعانا الكوره واول ما الفرقه بتهاجم تروح طالع في وسط الملعب تعمل الزياده مع وسط الملعب عشان تدي دفعه لحسني عبد ربه اللي قدام ومحمد شوقي في بعض المباريات اللي لعبها تديهم دفعه اللي الفريق يبتدي اللي انت الكابتن حسن ما هو طريقه اللعب دي مهم جدا المدير الفني يتكلم مع اللاعب انا من اسباب نجاح الخطه دي دايما كنا بنقول كده هاني سعيد. بص اقول لك حاجه الاول انا يعني انا في واحد في الجهاز كان تعاملي معاه من ايام ما كنت في منتخب الناشئين كابتن شوقي. فكابتن شوقي كان عارف امكانياتي كويس وعارف ايه اللي انا ايه اللي ممكن اعمله. فكانت البدايه من عن طريق كابتن شوقي هو اللي يعني هو اللي اتكلم مع كابتن حسن في الموضوع. فكابتن حسن جرب دي بقى ايه؟ انا بقى استاذ انا ما بتقولش حد اي حاجه مين فاهمك دي بقى؟ ايوه كده عايزين نعرف الاسره. كابتن شوقي معايا يا كابتن انا عندي 17 كان بيكذب عليك الكابتن شوقي يا يلا فكان طب قول انت اللي حصل يا كابتن مش هو ده قول عادي لا عادي طبعا ايوه بعدين بس فلما كابتن حسن جربني في المكان ده فالحمد لله انا اديت فيه بشكل كويس لان انا بلعب المكانين يعني انا بلعب ليبرو يعني هو مكاني الرئيسي الاساسي اللي انا من ساعه ما طلعت وانا في الناشئين كنت بلعب ليبرو وكنت لعبت برده فتره كبيره في نص الملعب فانا بالنسبه لي المكانين عارفهم كويس جدا فكان المكان ده محتاج بس حد يعني واحنا بندافع يعرف يغطي وفي نفس الوقت وانت معاك الكوره هيعرف يزودك في الناحيه اسلوبك في الحياه وانت كمان اسلوبك في اللعب اللي فيه الهدوء ساعدك
طبعا بيساعد، الهدوء طبعا بيساعد ان انت يعني في مواقف معينه ما تبقاش قلقان منها، ده بيساعد طبعا. بس هو ملهاش علاقه، انا ممكن في الحياه بقى هادي، بس في الماتشات ممكن في ناس بتخاف، يعني ممكن بيبقى هادي طبيعي بس صح. في الماتشات بيقلق وبيخاف، لكن الحمد لله دي ما كانتش موجوده عندي، او ما كانتش موجوده عند اي حد في المنتخب بالمجموعه دي بالذات، يعني كان كله بينزل ما كناش بنخاف من اي حد، فدي كانت ميزه الحمد لله في المنتخب. فالحمد لله بالنسبه لي كان المكان ده يعني انا حافظه، عشان كده كنت بادي كويس. كابتن احمد، عايزين نعرف منك الكواليس، يعني مباراة الكاميرون الأولى ومطلعينهم من تصفيات كأس العالم وجاي، وفي هم مركزين بشكل كبير جدا، لأن أنت كنت تيم برضه قوي. الكواليس أنتوا الجهاز مع بعض، قلتوا إيه قبل المباراة دي وحطيتوا التشكيل إزاي والتصورات للمباراة بشكل عام؟ إحنا اتكلمنا إن المباراة ديت اللي هي الستارت اللي رقم واحد دي الكاميرون تبقى كبير من أول يوم، أنت جاي بطل. انت حتى قبل مباراه الكاميرون كنت انت البطل بتاع امم افريقيا، فقلت لازم الفرقه دي من اول دقيقه نكسبها، ودي اللي هتدي انطباع للفرقه كلها وتريحك بعد كده ما تخشش في صراع اللي هي الفرقتين كان معانا السودان ومين اللي ممكن ايه يكمل يعني. فكانت الماتش ده بالنسبه لنا شيء مهم جدا، بس ركزنا على الناحيه الدفاعيه شويه. في ناس نفسها تعرف، على فكره احنا كمان اللعيبه وقتها كنتوا تقعدوا مع بعض، كابتن حماده صدقي وحضرتك وكابتن شو وكابتن حسن، بتعملوا ايه بجد لغايه النهارده؟ احنا كلاعيبه النقطه اللي قالها هاني، يعني كابتن حسن كان راجل ديمقراطي بامانه، يعني ما فيش يعني، ما احنا عايزين نعرف التفاصيل، بيقول لك حط التشكيله كابتن احمد بجد والله، حتى الكوره ما كل احنا كلنا مع بعض يعني انت بتجيب تكتب تشكيل ما في لعيبه بتاخد موقف يعني، بس يعني في حاجات كده بتحصل، ايه واحد يرمي واحد مش هيلعب، انا مش هيلعب يترمي على، انا اللي مش هيلعب هيترمي على احمد سليمان، يقول لك احمد سليمان اللي ورا الموضوع ماشي. حبيت كتير يعني بجد والله. كابتن حسن احكي لنا التفاصيل، يعني النهارده بتحطوا تشكيل ودخلتوا غرفه الاجتماع ما بينكم على طول اللي بيحصل؟ كابتن حسن احنا بنشتغل وبنعمل تدريب البرنامج طول الاسبوع، لكن يجي خلاص بقى ايه ما نتكلمش خالص لغايه الساعه 11 الظهر او 12 او 1 كده بكتير يعني قبل الغداء بتاع اللعيب. كابتن حسن يقول لك ايه، خلاص استناكم في الاوضه الساعه 11 تمام، فنطلع بقى او 12 كده. كابتن حسن انت عارف بينزل الفطار وما ينزلش خالص يوم الماتش خالص يعني، ونطلع نقعد كلنا، اول واحد يبتدي لعبد الله، احمد سليمان إيه؟ انت شايف ايه؟ امال 1 2 3 4 يقوم داخل بقى بعد كده على كابتن حماده وبعد كده كابتن شاوي، وهو كابتن حسن ومطلع هو عامل ايه، ونبدا نتناقش تاني في موضوع ايه المراكز. دايما كنا بنسبه كتير 99% متفقين باختلاف على واحد، يعني واحد ده حصل. مين اكتر لعيب اختلفتوا عليه؟ لا ما كانش فيه اختلاف خالص. هاني سعيد بجد والله، بس بيراجع كابتن شوقي. لا لا طبعا كانش فيه يعني مركز حسب الاصابه حسب البتاع، وفي الاخر بنتفق يعني خلاص اتفقنا، وكابتن حسن بص لما تلاقي حد بقى متنرفز خلاص يا عم خلاص ماشي يا شادي خلاص ماشي يا سيدي يعني. يعني كابتن حسن برده كان الصراحه بيدي المعاونين حريه، وده راجل كان نجم كبير ولعيب، فعنده ثقه في نفسه في الحاجه اللي بتتقال، يعني ما عندوش سوري النقص ان هو مثلا انا احمد سليمان انا بقول احمد سليمان واحمد السيد يقول شادي يبقى هو لا ما فيش مشكله ان انا اراء والكلام ده كله. والله يرحمه كابتن الجوهري، يعني ما نشرت مع كابتن الجوهري في السنه اللي هي بتاعت الزمالك كنت موجود معاه فيها، الصراحه كان برضو نفس القصه كده، وكان ليا دور في ماتشات اللي انا مين اللي يلعب ومين ما يلعبش يعني، ف بتدبس انا كويس اللي احنا عرفنا وده كان عامل قلق. هرجع لك ايوه، بص اقول لك حاجه واحده، ده موقف لازم يعني شادي كان عامل لنا قلق وكان بيجي لنا الاخبار في الاخر لعب بكلفته واجاد يعني ده موضوع. بص هقول لك هحكي الموضوع ده بس ويجي بقى يكلمني بطريقه حنيه يا ابني مش انا اللي هددك. بص انا عرفت في الكواليس، واحنا مهم جدا الناس تعرف الامور بتمشي ازاي، كان هدفنا اللي يلعب يلعب، بس 2007 دي يا هاني كنت الحمد لله مقدم مستويات جامده جدا، فرحت البطوله لعبت التصفيات كلها وجيت عند البطوله ما لعبتش اول مباراه، انا لعبت المباراه كلها سرد باك، وبعد كده في اخر ربع ساعه يروح الكابتن حسن نقلني باك ليفت. فقبل ما تلعب انا فهمت القعده بقى دي اللي هم بيقولوا عليه، فالكابتن احمد سليمان فجوم خلاص هيقولوا التشكيل، كابتن كان بيقفل الورق الكابتن حسن فاكر، راح جاي عمل لي كده، انا ما اعرفش والله اي حاجه، فقلت كابتن سمير انا العب البطوله كلها واجي عند المهم ما العبش يا كابتن سمير، راح جاي دخلوا كده وخلاص هيتقال بقى المحاضره كابتن احمد، فاكر كابتن احمد شاكر وست الوزير حسن صقر، راح جاي كابتن احمد عامل لي كده اول ماتش العبه في البطوله. رحت جيت عرفت ان انا قعدت بقى كاني مش عارف
فكان بيحصل اللي هو بجد والله العظيم. اصل ده كان شغال عامل دوشه يا ابني اهدى ما فيش حاجه تيجي في وقتك. استريحوا منه استريحوا في وقتك لا لان لعبنا التصفيات كلها انت لو تفتكر كنت التصفيات كانت اعوذ بالله من كلمه انا وانت ووائل جمعه. بعد كده دخل فتح الله ابتدى البطوله. بعد كده المباراه اللي بعدها على طول شاركنا احنا الثلاثه انا وانت وائل جمعه العب لغايه اخر ربع ساعه يقول لك انقل وفتح الله ونقفل بشكل جامد بقى يقول لي العب باك ليفت. رحت شغال ميسي بقى. بس بص بقول لك ايه احنا باك رايت فيه احمد حسن كان لعب باك رايت احمد محمدي احمد فتحي هي جيس تلعب باك رايت الباك ليفت مفيش غير سايب معه ما ينفعش يبقى في حد طارق طارق السيد ماسك المصحف بره وما ادراك ما طارق السيد. هاني هسالك على واقعه عشان الجماهير تبقى عارفه وانا حكيت من شويه قبل ما انتوا تدخلوا معايا مباراه كوت ديفوار. فاكر المباراه اللي قبلنا كانوا بيلعبوا غينيا وكسبوا خمسة وكلنا كنا بنتفرج في الغرفه وبعد كده طلعنا كلنا نفسنا بنبص نفس البصه فاكر؟ اه فاكر طبعا. شعورك ايه وانت هتقابل المنتخب القوي دوت وكسبان اخوات بنجوره؟ لا غينيا انت عارف كلهم بنجوره هناك كسبوا خمسة وفوز كبير جدا وهيقابلونا بقى. وغينيا كان فريق كويس خد بالك يعني كان قوي يعني جدا يعني غينيا كانت فرقه قويه فان انت هتلعب يعني انت اساسا عامل حساب جدا لكوت ديفوار فلما ينزلوا يكسبوا غينيا خمسة يعني انت ما هيعملوا فيك انت ايه فاهم ازاي بس في الاخر خلاص انت الماتش هتلعبه فانت واللعيبه كده كده عندي يعني لعيبتنا عندها ثقه بس كنا خايفين طبعا من الماتش مرعوبين صح. انا واحد من الناس كنت خايف بصراحه يعني انا طبعا خايف لما تلاقي قدامك دروكبا وعبد القادر كيتا وارونا مش عارف كونيه وارونا غنداني وارونا كونيه اسماء غريبه جدا يعني اسماء يعني مش اسماء بس اسماء وعاملين شكل في البطوله غير طبيعي صح. وبيكسبوا الفرقه كلها وبيكسبوا بسكور وعاملين كل حاجه فكان الموضوع طبعا صعب جدا. انا عن نفسي انا من الناس اللي كنت نازل قلقانه يعني بصراحه وهي كلمه قلتها بصراحه واحنا في لو انت تفتكر واحنا كنت انا بقعد على طول في الاوضه لما بخش كنت بقعد جنب متعب كنت انا ومتعب نقعد جنب بعض فكل شويه انا وهو نبص لبعض كده ونضحك كنا نبص لبعض ونضحك وفي كنت باخد في كيس كده باخده بيبقى عامل زي فيتامين كده فباخده قبل الماتش فاجي احط فعمادي يقول لي دي هتاثر يعني هتفتكر دي هتاثر اقول له يا عم ما تهمني قبل وحوش فيتامين اقول له يا عم ما تهمنيش بس فابص له ونضحك فجينا سخنا فبنقرا الفاتحه بقى قبل ما ننزل قلت لا قدر الله لو دخل فينا جول ما نفتحش يعني ما نفضل نلعب زي ما احنا نحاول ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعوض معه يعني ما عرفناش ما نفتحش لان دول لو فتحت معاهم الموضوع طبعا هيبقى صعب جدا هتفتح مع فرق زي دي بيكسبوك بقى اربعه وخمسه وسته يبقى شكلك وحش جدا فكان ده كلامي من كتر القلق والتركيز اللي جامد قوي في الماتش. نزلت بقى بعد شويه لما احمد فتحي جاب الجول حسيت بقى ان الدنيا لا عادي ما انت عادي الموضوع عادي يعني والدنيا مشيت بقى معاك في الماتش ده الحمد لله يعني غير ما انت كنت متوقع خالص. ففعلا زي ما قال الكابتن احمد البطوله دي اداء ولا يعني اروع بصراحه بصراحه يعني انا كل تالق يعني حتى 2010 احنا كسبناها بس ادينا فيها ماتشات كويسه جدا بس ما كانش نفس 2008 يعني ما كانش 2008 كلها البطوله كلها بالكامل يعني ففعلا البطوله دي من يعني انا ما اقدرش انساها بصراحه. بس اقول لك في اتفضل في البطوله دي اتفضل دي بقى كواليس الكواليس احنا بعتنا كابتن سمير عدلي عشان يختار الاوتيل عارف وانا عارف كان يوم لذيذ اليوم دوت انا كنا انا مع الكابتن الجوهري لعبنا في الزمالك نهائي كاس افريقيا في كوتوكو في غانا فاحنا رايحين كوماسي فقول لهم يا جماعه في فندق هناك طويل كده احنا كنا كابتن محمود سعد يقعد كابتن جوري قعدنا في اول طرقه وانا في اخر طرقه ومين اللعيبه محرصنا في النهائي ده قعدنا حوالي اسبوع هناك قول لهم يا جماعه في فندق هناك ده كده فما رحنا ودي بقى التسخين بتاع كابتن حسن اما روح بعتنا كابتن سمير عدلي كابتن سمير عدلي جاب لنا بنسيون ايوه أو انت أيوة فاكر هاني انا فاكر جمله اقولها بس بعد ما الكابتن احمد احنا لقينا صينيه والاوض حوالين الصينيه ودخلنا وايه ده بقى ومش عارف ايه طبعا كابتن حسن ايوب واخد هاك في الكابتن سمير بقى وكان احنا جايين في تعب تعبنا في السفريه فاكر بقى لما دخلنا الغرفه كانت اوضه الكابتن حسن الاوضه اللي بعديه فانا شفت كل حاجه فهو بعته الكابتن سمير عدلي قبلها فالفندق المفروض ننزل فيه فاضل له اسبوع ويخلص ما خلصش لسه فندق جديد بقى اللي احنا كنا قاعدين فيه فلما دخل الكابتن حسن تقريبا شاف انت عارف السحالي في افريقيا عامله ازاي الملونه فالكابتن حسن لسه بيولع النور لقى حاجه طيب طلع يجري اسامي قاعد ينادي كده فانا دخلنا لقينا برضو نفس الغرفه اللي كانت جنبه فيها حاجات مريبه انا قلت هننام ازاي انا خدت شنطه وخارج بقيت انا والكابتن حسن ومش فاكر كان عبد المنصف والكابتن حسن ابتدى يزعق مش هنقعد هنا انا بات في الشارع ولا
هو مش خايف في السحاب. انا شفت رمى المفتاح لما ايوه برافو عليك. بس احنا اتجمعنا في الريسبشن اني ما هو ده هو ده اللي انا عايز اقوله. قعدنا كلنا البطوله صعوبتها من انت هتلعب ازاي في جو زي ده من البدايه. اه بس فرق بقول لك حاجه. انا قلت لهم في فندق هنا انا عارفه كبير كده يا جماعه اربع ادوار. فالصراحه بقى شوي غريب الامانه وبتالي وسمير عدلي وجابوا حد من الاتحاد الافريقي عند كلموا باشمهندس سنه بوريده وكاب سمير زاهر وكابتن سنه بوريده بعلاقاته. نزلنا دورنا لقينا الفندق ده فعلا فندق خلاص بيخلص ده عالمي عالمي حاجه سبع نجوم صح ربنا ده فعلا والله العظيم ده اللي فرق معانا. صح كل واحد اوض وادوار وريسبشن حلو. وقعدنا بقى في كوماسي لغايه ما رحنا زي الفنادق الكبيره في مصر. زي الفنادق الكبيره. لا فندق حلو جدا. هو كان قديم. انا بقول لك رحت 93 بس هو جددوه على البطوله بس كانش لحق. 93 كان البطوله 2008 شوف كام سنه يعني ما كنت مع كابتن سنه 93 حوالي 15 سنه. هو اللعيبه كانت عامله حسابها ما كانش فيتامين بس زماني بيقول علي في الاكل. في الاكل لا ما طبعا بسم الحلاوه يعني هاني كان معاك احكي قول للساده مش اللي كان بيحصل لان برضه بيبقى في صعوبات في الاكل في افريقيا. بس الفندق اللي احنا كنا فيه كان في اكل كويس. حظنا كان كويس ان احنا رحنا الاوتيل ده. بس غير كده اي سفريه افريقيا طبعا بتبقى واخد معاك شنطتك فيها. انت كان معاك ايه والاوضه بتاعتك كان فيها ايه؟ كنت انا وفضل. انا فضل انا ومحمد فضل بنقعد على قول لي ده ليه. فطبعا هو بيبقى جايب اكله وانا جاي يعني هو بيبقى جايب اكل وانا جايب اكل. فبس اكتر حاجه انا بجيبها في السفريه دي الحلاوه. يعني الحلاوه على طول دي اكتر حاجه بالنسبه لي باكلها يعني في السفريات مع العيش. فكنت كل ما اجي اتفرج مثلا على ماتش كنا بنتفرج مثلا على فرقه غانا كان فيها اجوجو. فاكر اجوجو اللي جه زمان؟ طبعا طبعا. فكان دي اول مره اشوف اجوجو ما كنتش اعرف اجوجو يعني. فافتح التلفزيون اشوف اجوجو فيجيب جول واشوف جسم اجوجو عامل ازاي. وفضل اجي اروح فاتح علبه الحلاوه واروح واكل. فضل يقول لي قلت له فضل سيبنا كل عشان دي لازم اكلها. افتح ماتش تاني اشوف مش عارف دروج بقى افتح ماتش غينيا الاقي اجسام انا اجسام غريبه جدا يعني فاهم. واحنا اساسا ما في كلنا انت شايف كلنا عاملين ازاي وهم اجسام غريبه جدا. فكل ما اشوف حد فيهم بيلعب اشوف جسم اروح فاتح علبه الحلاوه واكل. بس فانا عايز اقول لك انا خلصت تقريبا العلب الكبيره دي انا وفضل مثلا خلصت 10 علب بس. الكابتن حسن كان بيمر عند اللعيبه فاحنا كنا ثلاث اوض جنب بعض. كان في طارق السيد مع عمرو زيكا وانا مع ابو منصف ومش فاكر مين اللي كان بعدين محمد شوقي. فكل اللي كان معاه حاجه سيبناه عند طارق. والكابتن حسن في ماتش كده ما كناش كويسين فيه قوي زامبيا صح كسبناه فقال لك ايه اللعيبه مش في حاجه. فطلع يمر في الطرقه على غرف اللعيبه فاحنا حاجتنا كلها شلناها فين مش عشان حاجه عشان بنقعد مع بعض وناكل مع بعض. فدخل الكابتن حسن بص لطارق كده قال له انت جايب لي سوبر ماركت وعايز نكسب. قال له لسه بقى هيقول له مش حاجتي لو جاب الكابتن حسن واخد الحاجه دي كلها. طيب عايز اروح لحضرتك للمباراه النهائيه. احنا نقلنا الاقرب في برضه نقطه موضوع الكوره. موضوع الكوره في الكواليس دي كابتن. كان اسمها كوكو اول اسمها ايه؟ كانوا مسمين ايه؟ واو واو ولا مش عارف اسمها ايه؟ خف كوره شفناها بامانه يعني. والكره بتاعت اللي هو انجولا دخلت في عصام دي خلتني بقى ايه يعني ابدا ادور ايه اللي ممكن اعالج موضوع خفه الكوره دي. انت عملت حاجه كوميديه. انا لا مش كوميديه ما انا دورت ما انا دورت يعني فكرني غم الحضري. نميت الاحساس عنده بالكوره ما واخد باله الناس فاكره ان هو هيترمي زي انت عملت كانه ما بيسمعش. لا 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 هو دي انا قعدت دورت لقيت الجون المانيا اتمرن كده بالاحساس بالكوره وليس اللي هو عشان سرعتها. لا بتديها في صدره يمسكها يتلمسها زي ما انت دلوقتي حاسس بلبسك حاسس بجرفاتها وانت رابطها حاسس بساعتك. صح. وده الاحساس مع الجسم مش يترمي الناس وتفكيرتها غلط. وكان ليها بعد كده دور كبير يعني الكوره بتاع دروجبا اللي نازله في الارض دي وعصام نازل بعديها بمسافه ربع قد كده. وكان فعلا عصام فيه كوره اللي هي الشاطه بتاعت ماتش الكاميرون مشيتها من ورا وصل لغايه ال 18 ونزل زيدان وخدها فيرست تايم. فدي كان برده من الاحداث الكوره دي كانت عامله لنا قلق يعني. صح كابتن رحنا المباراة النهائية. أنا هتكلم بقى على نهائي البطولة. نقلنا الأكرة من الملعب اللي أنت لعبت عليه المباراة كلها زي الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي. نقلت لأكرة وابتديت تتعامل. الجهاز الفني قال لي هقابل الكاميرون تاني إزاي؟ هغير الخطة؟ هلعب في التشكيل؟ هغير أسلوب اللعب؟ إيه اللي حصل؟ لا قلنا إن ماتش 5-4-2 ما لوش دور. ليه؟ لأن حسينا تطور فريق الكاميرون. فريق الكاميرون دايما بكلهم محترفين بيجوا قبل الماتش باربع خمس ايام مش زينا احنا خدنا 25 يوم ناس معظمنا كلهم محليين يعني. فلقينا اداء الكاميرون بتطور فمش هناخده فبدانا نركز في جزء الناحيه الدفاعيه كويس جدا. حتى احمد حسن لعب ديفندر ساعتها في نص الملعب ونبدا نعمل السرعات في الناحيه الهجوميه اللي جه منها الهدف. فجات الاهتمام بفريق بالجزء الناحيه الدفاعيه وما ناخدش هم قرصوا علينا بعض الفقرات يعني قبل الهدف
قرصوا علينا شويه، وبعد الهدف كمان على طول كان ممكن احنا ابتدينا المبادره بتاعتنا فرصه لعماد متعب. بس الفرص كلها كانت يعني الماتش ده الفرص يعني رغم كده الفرص كلها كانت لينا احنا، يعني احنا اللي اغلبيه الفرص احنا اللي مضيعين يعني هم كان عندهم سرعات جدا عندهم وكان عندهم التحام، وموضوع الماتش الاولاني دوت النتيجه العاليه دي كانت مأثره عليهم جامد جدا. عكس طبعا المباراه دي انا في 2010 كانت ده سفينه جامد صح. لا دي احنا ده سفينه جامد والرطوبه كانت رطوبه جامده جدا في غانا، والملعب كان تقيل قوي الملعب كان تقيل وكان فيه برضه خد بالك كوماس كان فيها مطره، دي غير لما رحنا اخرى كان الجو في كوماس كان عالي جدا. ففريق الكاميرون كان اعلى من المباراه الاولانيه يعني، فده جا الحرص بقى، وهاني بقى كان ليه دور كبير جدا في الماتش دوت يعني وصمت. دي حقيقه. كابتن عايز اقول لحضرتك برضو على حاجه عايز اعرفها منك، كنت تلعبوا طاوله كده نسمعكم بالليل وفي المعسكر، كان بيجي لكم اتصالات من مين يقول لكم هتكسبوا؟ من اعلى ناس في البلد الله يرحمه كل الناس طبعا، كان كل المسؤولين بيكلمونا، وزير الرياضه كان ساعتها مين؟ حسن صح دكتور حسن، وبعد كده جالنا صح. فاكر لما جالنا والدنيا مطرت قال لك خير هنكسب رحنا قعدنا في مطاعم كده باربيكيو بتاع، ربنا يديله الصحه الرئيس حسني مبارك وولاده يعني ساعات كان بنلعب طاوله كده فكل شويه يعني الكابتن حسن هو الوحيد اللي بنلعب طاوله، احنا بنطلع نغسل دماغنا يعني بنقفل نفصل يعني عن القصه وما بنكلمش حد يعني، كل شويه الرئيس عايز طبعا احنا فاضيين بقى خلاص مش فاضيين احنا كل شويه لا طبعا كان الاهتمام، وطبعا الجماهير واهالينا طبعا هي اللي كان بيدوكوا الانطباع يعني. هاني كنت بتكلم من شويه على المسؤوليه اللي كان بيحطها الجهاز الفني عشان نروح بقى ل 2017 والنهائي بتاع بكره ان شاء الله، اكسب عشان الشعب يفرح، اكسب عشان اللي كان بيجي لنا من هناك احنا ما كناش بنشوف، لكن الناس بتنزل مبسوطه بيساندوا المنتخب. الدافع ده عايزك تتكلم فيه هاني، كان الناس بتنقل لك الناس في مصر عامله ازاي قبل وبعد المباراه النهائيه خصوصا. لا انت لو بتتكلم عن 2008 يعني قبل نهائي 2008 غير قبل نهائي 2010، يعني رغم انت كسبت كوت ديفوار لكن قبل نهائي 2010 كان ليه ظروف ثانيه خالص عشان كان ماتش الجزائر. صح. فكان الناس كلها في مصر مستنيه الماتش ده، يعني حتى الناس اللي كان كل كلام الناس لا انت اكسب الماتش الجزائر وانت حتى لو خسرت النهائي مش مشكله بس انت تكسب ماتش الجزائر، يعني الناس كلها كان نفسها فعلا تكسب الماتش ده. فالاخبار طبعا بيجي لك الناس كلها مهتميه، الناس كلها نفسها تعمل حاجه، ف وطبيعه اللعيب المصري عموما انت ما بتيجي بتلعب انت لما بتلعب بتفكر في الناس كلها قد ايه بتبقى مبسوطه، وفعلا الفتره اللي هي من 2006 لغايه 2010 دي فعلا تحس ان دي اكتر فتره كان في حاجه فعلا بتفرح الناس، الناس كانت فعلا مبسوطه، كنت تشوف الناس تنزل على طول في الشارع، الناس بتتكلم في الكوره، الناس على طول مهتمه في منتخب مصر، فكان دي حاجه فعلا بتبسط الناس، وما زالت لو اتفرجت لحد دلوقتي هتلاقي فعلا الحاجه الوحيده اللي دي حقيقه يعني في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي اكتر حاجه ممكن بتخلي الناس مبسوطه وان هي حتى لو في ناس نزلت او مبسوطه هي الكوره. فالميزه بقى كمان اللي عند اللعيب المصري ان هو لما بيلعب فعلا بيبقى يعني غير ان الجهاز الفني اكيد بيديك بيحاول يحسسك بالمسؤوليه هو حاسس بيها، يعني حاسس بالناس قد ايه بتتفرج عليك، الناس قد ايه مستنياك، الناس قد ايه هتتبسط، اهلك مش اهلك الناس كلها، ودي حاجه في حد ذاتها اكتر حاجه كانت بتبسطنا انا لما واحنا نازلين راجعين يعني بننزل بقى خلصنا البطوله وراجعين وبتشوف الناس وهي مستقبلك في الشارع. صح. بتشوف الناس عامله ازاي، فدي لوحدها يعني دي لوحدها فعلا البطوله، فاكيد اللعيبه يعني اكيد هم خلاص عارفين يعني اكيد الموضوع ده في دماغهم لان هم برضو الفتره دي اكيد شافوا الناس كانت بتستقبلنا بشكل ازاي، فاكيد هم بالنسبه لهم المسؤوليه حاسين بالمسؤوليه، فلازم احساس المسؤوليه في الحاجات دي بالذات ما تفكرش في نفسك، انت تفكر عايز تعمل مجد شخصي ليك ان انا اخد بطوله افريقيا، لكن فكر برضو في الناس اللي هي ال 90 مليون دول ان هم نفسهم يفرحوا ان هم كلهم فعلا مستنيينك في الوقت في وقت يعني سبحان الله الحاجه الوحيده اللي بتجمع الشعب فيها الناس عماله تختلف في اراء سياسيه وده مش شفت الناس كلها بعلم مصر في شوارع مصر كلها. ما هو ده اللي انا بقوله لك، مفيش حاجه بتخلي الناس تبقى مبسوطه او تنزل الشارع غير الكوره، ما هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه، وبالذات الظروف اللي الناس عايشه فيها دلوقتي انك تلاقي حاجه تفرح الناس يعني بنقدر نعملها تفرح الناس شويه يا ربنا يكرم ونعملها ان شاء الله. ده بيبقى حافز الناس اللي انت من ضمن هو ده اللي انا كنت بحكيه من شويه، انا انت اكدت كلامي اللي انا بقوله حضرتك انت والكابتن احمد اللي انت بتلعب وبتقاتل على بطوله لكن بيبقى في هدف اللي انت
بتلعب عشان الناس كلها تفرح، مش اللي احنا بنلعب عشان تعمل مجد شخصي بس. هو ده اللي انا كنت بقوله من شويه، مش بقى بتعمل طبعا مجد شخصي ليك، لكن في الاخر لا، انت بتلعب برضه عشان خاطر الناس دي اللي هي مستنياك. فاحنا صح. احنا حاسين، احنا عايشين في وسط الناس وحاسين بيها، فعشان كده احنا كل واحد نفسه يعمل حاجه يفرح بيها الناس دي. هتلاقي حتى اول واحد مثلا بتيجي ماتش فيه جماهير تقول انا نفسي مثلا الجمهور ده ما يروحش زعلان، نفسي الناس دي كلها تروح مبسوطه. فانت هتلاقي اي واحد بيتكلم فبيتكلم عن الناس، عن الجمهور، عن الشعب المصري عموما. يعني كابتن احمد النهارده مثلا، اتفضل يا كابتن. انت النهارده شادي ممثل النادي الاهلي في قناتك، وانا منتمي نادي الزمالك، وهاني لاعب في الزمالك، النهارده موجود في الاهلي وفي الاسماعيلي طبعا. يعني خلينا في حسن الختام، ما انا عارف لا كابتن، بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا ما فيش حاجه اسمها النهارده احمر وابيض واصفر. النهارده في مصر، النهارده منتخب مصر مجمعنا كلنا، يعني حتى كلنا عايزين منتخب مصر، كلنا عايزين نلعب. النهارده شايف الروح بلعيبه الاهلي والزمالك عاليه جدا، في موجوده في المنتخب زي ما ايامنا كله عايز يعمل حاجه عشان ناخد البطوله ونفرح. لان في الناس مش واخده بالها ان احنا ثلاث سنين ما بنروحش. الحدث ده لازم يستغل ان شاء الله. يعني انت لما تاخد البطوله تبدا الناس تتذكر منتخب مصر. احنا وصلنا تاسع العالم، لازم النهارده ترتيبك يتعاد، ناخد وضعك الطبيعي. في اللعيبه النهارده وربنا يكرم وتعمل احتفاليه محترمه، الناس تحس بالشعب والكره موجوده والنشاط، عكس ما يتنقل للناس. النهارده الحدث لازم يستغل بطريقه عاليه جدا. انا هتكلم مع حضرتك في الموضوع ده، بس في النهايه، لان انت انا رايي من رايك في بعض الامور، واكيد هسال راي هاني. بس عايز اعرف من حضرتك، انت شفت تابعت منتخب الكاميرون في البطوله؟ اه تابعته. ايه الفرق بين منتخب الكاميرون في 2017 والكاميرون اللي انت كنت بتقابله قبل كده؟ فرق السن. النهارده معظم اللعيبه في فريق الكاميرون النهارده من 20 ل 24 سنه، عكس ما كنا بنقابلهم. هي دي الموجوده دلوقتي فريق الكاميرون. شفنا الاداء بتاعه في مباراه غانا، ده كان عالي جدا. معدل السن صغر كويس، نزل بنسبه كبيره قوي. وانا شايف فريق الكاميرون الفتره اللي جايه هيبقى جاي بقوه اكتر، ودي النقطه اللي هيقابلها بكره. طبعا باين الارهاق على اللعيبه، الاصابات بيجيبوا ناقصين لعيبه كمان يا كابتن. ده ناقصين لعيبه اللي هم اعتذروا كمان، في لعيبه اعتذروا. انا ولا لسه هقول عليها دي، مش هم بس، ده كذا نادي. ده في واحد في ليفربول وحش. فالكاميرون الفتره الجايه جايه بتقل جامد قوي عكس السنين، ومصغرين اللعيبه بنسبه كبيره جدا. فدي اللي هتقابلك النهارده. سامع ان حجاز عجل وشد، انا مش عارف. وطبعا في انتظار للمنتخب في حته الاعداد، اللي هو ماتش واحد كان لازم اللعيبه تتعرض لموضوع احنا كنا دايما بنعمله في حته الاعداد، بنلعب من ثلاث لاربع ماتشات، تحط اللعيب بتاع الضغط. كان صعب جدا، كان الدوري مضغوط كل ثلاث ايام ماتش. احنا بقول لك الحدث بقى، احنا امم افريقيا، احنا مصدقنا ما رحناش سنين يعني. لكن الحمد لله طبعا النتائج عاليه جدا، وعندنا ثقه في الناس اللي هتبقى موجوده باذن الله. هاني، كنت بتكلم من شويه على محمد النني ودوره في وسط الملعب، والمباراه اللي فاتت ما كانش موجود، واضح جدا تاثيره في وسط الملعب. كان عندنا فجوه كبيره جدا، لو كان موجود كان هيشيل جزء من المباراه، بيلعب